السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم موضوع جديد إن شاء الله على الـ LED سمارت سامسونج. هذا هو موديل الجهاز. طبعا الجهاز بعد تشغيل مدة قصيرة من الوقت الصورة فهي طبيعية، لكن بعد ثواني معدودة فإن الجهاز يتوقف على هذا المشكل، وهذا الخلل يعتبر من البانيل. فكما تلاحظون فمعظم أعمالي على قناتي فهي أشتغل عليها كثيرا، فهما البانيلات التي تتخبط في هذه المشاكل، غياب الصورة وخطوط وكثير من الأعطال التي تتمحور حول البانيل. وكما تشاهدون في شكل العطل الصوت موجود، ولكن الصورة بها خطوط وضباب. لذلك إن شاء الله فهذا الحجم بطبيعة الحال فهو كبير نوعا ما، 58 بوصة، يصعب الاشتغال عليها والحذر عند بدء العمل عليها لتحديد سبب المشكل. وإن شاء الله هذا العطل كما تلاحظون بعد تشغيل تارة يقوم بهذا العطل أيضا، فتظهر الصورة وخلل في إشارات، ربما خلل في إشارات الـ LVDS أو التيكو كذلك، أو المسطرة طبعا أو الكوفات. إذا فشكل العطل فهو ظاهر كما تشاهدون، وإن شاء الله سوف نقوم بفتح الجهاز ونعمل عليه ويكون خير إن شاء الله. هذا هو شكل الجهاز من الداخل بعد الفتح مباشرة. فالباور سوبلاي والماين واثنان من المساطر مقسمة إلى قسمين. كما تعلمون فشكل الجهاز فهو من الحجم كبير، 58 بوصة، فهو يتكون من 4 كوفات جانبية، أو بالأحرى من المسطرة والمسطرة الثانية 4 أخرى، المجموع 8 كوفات و2 فلاتات كما تشاهدون. فهذه الفلاتات التي تمد البانيل بالإشارات التي تعطينا الصورة بشكل طبيعي. نعم، وأيضا التيكون كما تشاهدون، نعم بهذا الشكل. وأيضا إليكم أرقام موديل الماين التي يشتغل عليها هذا الجهاز، وكذلك هذا الباور سوبلاي، هذا هو شكله وهذا هو رقمه أيضا بالتفصيل حتى يكون العمل جدي. وبأرقام الجهاز ربما يحتاج بعض الفنيين عند الاشتغال عليه، فكذلك يتمحور هذا الجهاز بشكل العطل. وإن شاء الله سوف نشتغل مباشرة على التيكو كما هو المعتاد، دائما نتفحص الإشارات والتغذية. و12 فولت كما تشاهدون هو المصدر الطاقة للتيكو التي تعمل الذي يعمل عليها. باختصار سوف نقوم مباشرة بالقياس على إشارات المهمة التي يعمل عليها التيكو حتى تكون ثابتة. أيضا فسوف نقوم أيضا بالقياس على الإشارات الأخرى كذلك، وننتقل من إشارة إلى إشارة، وكذلك إلى الفولتيات أو الجهود، هل هي ثابتة أم لا، بحيث سوف نتمكن على تحديد مصدر العطل. كذلك هذه إشارة الفيكوم 17 فولت فاصلة 8 فهي ثابتة، وأيضا إشارة الفي جي اش فهي مهمة 24 فولت كما تلاحظون فهي تبدو ثابتة، و 7.8 في جي ال أيضا فهي ثابتة كذلك. وننتقل إلى الإشارات الأخرى 2.8 على الريجيلاتور،
و14 كذلك فهي ثابتة أيضا، يعني أن هذا التيكون فهو سليم من الناحية الجهود التي تصدر من البروسيسور وكذلك الماين وكذلك الباور سبلاي. وننتقل أيضا إلى المرحلة الثانية وهو حذف أو إطار الجانبي حتى نتمكن إن شاء الله من مراقبة الكوفات الجانبية طبعا، فيتوفر على 6 كوفات جانبية، فأحاول من خلاله إعطائكم نظرة خاصة على هذه الكوفات الجانبية كما ترون مباشرة والجهاز شغال طبعا، فربما يكون هناك احتراق أو قصر في إحدى الجهود أو القطع. طبعا كما تلاحظون الصورة فهي بها خطوط في الوسط كما تشاهدون، وهذه الكوفات على المسطرة، 4 كوفات لكل مسطرة مجموعهما 8 كوفات، فقمت بالفحص عليهما فتبين أن لا يوجد عليهما احتراق فهما جد طبيعيا. وكذلك الجهة الأخرى أو الجزء الثاني من البانيل وكذلك الكوفات الجانبية من الجهة الأخرى، ف6 كوفات أيضا لكل جهة، بارت أ والبارت 2 طبعا حتى يسهل علينا تتبع العطل أو حصره من خلال القياسات أو لمس الكوفات والصورة والجهاز شغال طبعا. كما تلاحظون فالصورة ظهرت بعد تركيب الساتيليت كما تلاحظون، فالصورة الآن ظهرت ثابتة، لكن لا يزال الخلل يسيطر على الجهاز طبعا. بعد ذلك سوف نقوم بلمس كوفة الأولى بداية البانيل، فالآن قمت بلمس هذه الكوفة فكما تلاحظون فالجهاز توقفت الصورة وأصبحت ضبابية. ربما هناك خلل في إمداد الجهود على الكوف الجانبي مرة أخرى فهي ظهرت. إذن فهذه هي الجهة التي تقوم بإعطاء الجهود حتى تكون الصورة ثابتة، وكذلك سوف نقوم بنفس الخطوة في الجزء الثاني بعد أن نتمكن من الفحص اليدوي ونرى هل سوف تبقى الصورة ثابتة أم لا. وسوف تلاحظون معي أن هذا الجزء فالصورة فهي جيدة، ولكن الجزء الثاني الصورة فهي شبه مظلمة. وسوف نقوم بلمس الكوفات أيضا بأصبعنا حتى نتمكن هل هناك إشارة بأن قصر في الإشارات على الكوف أم لا. فأظن هذا الجزء الأول من البانيل فهو به الخلل، وسوف نقوم بما تيسر حتى نقوم بإصلاح هذا الخلل. طبعا مباشرة قمت بالنقش على الكوف بالاعتماد على المخطط، لذلك كما تلاحظون فالإشارات كما هو مكتوب في الصورة. وسوف نقوم بالقياس على 3 نقاط المهمين في هذا الكوف، وهما الـ VGL 7.8 ناقص كما تلاحظون، فإشارات هذا الجهد فهي مهمة حتى تظهر الصورة بطبيعتها. وأيضا سوف ننتقل إلى الإشارة الثانية بوضع إبرة القياس عليها، وكما تلاحظون الصورة ظهرت الـ VGH 24 فولت، فلاحظت أن هناك غياب هذه الإشارة
هي سبب هذا المشكل على الكوف الجانبي. فتم التوقف على هذا المشكل وحصره، يبقى شبه مؤقت حتى نبدأ العمل بفكرة حول حل هذا المشكل، وهو إمداد سلك رفيع، ونقوم بتوصيله مباشرة على النقطة الVGH على المسطرة، وسوف نبدأ العمل إن شاء الله بتحديد النقطة التي تسبب هذا المشكل، وهو غياب تلك الإشارة. ربما يكون هناك سبب في قطع هذه الإشارة داخل البانيل أو على المسطرة، وسوف نقوم بتلحيم السلك، لأن هذا العمل على الكوف فهي جد حساسة، لأن هناك تقارب في النقاط، لا بد أن يكون التركيز أكثر حتى لا نلامس بعض النقاط في بعضها، ولكي لا نسبب في حرق الكوف أو تعطيل البانيل. فتم تحديد تلك الإشارة وتلحيم عليها السلك رفيع كما تلاحظون، وسوف نبدأ بإجراء القياس عبر الأوم لكي نرى هل هناك تلامس بين النقطتين التي بجوار الإشارة الغائبة VGH مع VGL بالتحديد. وهذه هي الصورة، نقطة التلحيم VGH بهذا الشكل، نظرا لحساسية العمل عليها وكذلك الكوف، لكي لا يحدث أثناء التشغيل أي احتراق طبعا. ونقوم أيضا بتلحيم طرف السلك من الجهة الثانية على المسطرة، بعد ذلك سوف ترون مباشرة طريقة العمل التسلسلي حتى نقوم بوقف هذا الخلل وإصلاح ما يتمكن من ما يمكن إصلاحه. بهذا الشكل يتم تعويض هذه الإشارة مباشرة في بداية المسطرة بقرب الفلاتة، فهذه النقطة التي تبدأ وتنطلق منها ثم تدخل مباشرة إلى البانيل أو عبر الكوف. وما لاحظته أيضا هو أن الصورة أصبحت طبيعية بشكل طبيعي أيضا، فجزء من المسطرة أثناء الفحص أنه تبين لي شكل وطريقة العمل عليها، أنني وجدت هذه المسطرة بها رطوبة، وهذا المسار نظرا لحساسيته بهذا الشكل تم تلحيم وتعويض القطع بسبب الرطوبة، هو التي تسبب في فصل تلك الإشارة عن البانيل حتى تمر مباشرة إلى الكوف، وبعدها تظهر الصورة بشكل طبيعي. وتم تعويض ذلك المسار بالسلك لكي لا يحدث قطع مرة أخرى نظرا للرطوبة التي تسببت في قطع المسار على المسطرة أو خلف المسطرة في النقطة مباشرة. وبهذا الشكل تم التغلب على الجزء الأول من البانيل، لأن حجم البانيل كبير، ونظرا لحساسيته فهذا هو رقم المسطرة أو البانيل كما تلاحظون. وإن شاء الله سوف نقوم بتوصيل الكهرباء مرة أخرى، وننتظر أن يقلع الجهاز كما تلاحظون، فالصورة فهي طبيعية من هذا الجزء،
من البانيل، وهذا هو السلك الذي تم تعويض به المسار وطريقة العمل وتتبع الأعطال. قد يكون العطل فقط على المسطرة، ثم قد يكون مرة أخرى على الكوف، لأن ذلك الفولت فهو يمر داخل البانيل ثم على الكوف، وأيضا سوف نعمل على الجهة الثانية من البانيل أو الجزء الثاني من البانيل. كما تلاحظون سوف أقوم بإزالة الرطوبة وتجفيفها بسائل كيميائي جوبيتر، وسوف نقوم بتنظيفه، وكذلك سوف نستمر في تعويض ذلك المسار، لأنني وجدت هناك رطوبة شديدة على المسطرة، خصوصا على ذلك المسار في جي اش 24 فولت، فهي إشارة الصورة. ونقوم أيضا بنفس الطريقة التي اشتغلت عليها في الجزء الأول من البانيل، وإن شاء الله سوف نتمكن جميعا من التغلب على هذا المشكل. فهذا هي البارت الثاني أو الجزء من المسطرة الثانية، وهذه الإشارة تم تحديدها على طرف فلاتة أو الكونيكتور التي تنطلق من هذه الإشارة، وسوف نقوم بتلحيمها أيضا بهذا الشكل. وطريقة العمل على هذه الأنواع من البانيلات، لأنني أشتغل عليها كثيرا وتأتيني كثيرا هذه الأعطال على البانيلات، حتى أصبحت أفهم أفهم على خصوصية العمل إشارات وشكل الأعطال على البانيل. وبعدها أستمر في البحث حتى أتمكن من الوقوف عن الأعطال التي تسيطر على معظم البانيلات. بهذا الشكل يتم تلحيم السلك، وسوف نقوم أيضا بتلحيمه على طرف المسطرة وتعويض ذلك المسار بالكامل لكي لا يبقى مظهر العطل غير متكامل. ونظرا لحساسية البانيل سوف نتغلب عليه إن شاء الله بهذا الشكل. يتم تلحيم وتعويض هذا المسار، لأن عامل الرطوبة يساهم في قطع تلك المسارات. وإن شاء الله سوف نكمل الطريقة بهذا الشكل. تم نقش على المسار وتلحيمه بهذه الطريقة، وكما تعلمون فالاشتغال على هذا الموديل من البانيلات بالحجم الكبير يجب الحذر أثناء العمل، لأن الكوفات التي تمسك بالمسطرة فتكون من الحالات التي بها حساسية أثناء العمل. وأيضا تم عمل لاصق ولفه مع السلك والمسطرة حتى لا ينكسر السلك أثناء إرجاع المسطرة إلى مكانها.
ومباشرة بعد التجميع أيضا يتم التغليف على السلك والمسطرة معا بهذه الطريقة. ريثما نكمل هذه العملية ونقوم إن شاء الله بتشغيل الجهاز وإعطائكم نظرة خاصة حول الجهاز أثناء التشغيل. فهذه الجهة التي كانت شبه مظلمة وكذلك نستمر في العمل إلى أن ننتهي ويتم إغلاق تلك المسار التي قمت بالنقش عليه لكي لا يلامس الإطار الحديدي على البانيل أو لن يكون هناك تماس طبعا نظرا لحساسية هذه الإشارة. ومباشرة تم تشغيل الجهاز وكما تلاحظون فالصورة أصبحت طبيعية جدا من طرف الجزء الثاني والجزء الأول من البانيل. كما تلاحظون الإضاءة فهي جد طبيعية وهذا هو الشكل النهائي في الإصلاح. لأن بعض الأصدقاء يطلبون مني العمل بتسلسل وطريقة تتبع العطل وإصلاحه إلى نهايته، وها أنا الآن إن شاء الله في هذا الموضوع قمت بتلخيص والكشف عن طريقة تتبع العطل إلى أن نقوم بتجميع الجهاز ونشغله مرة أخرى. تم طبعا تجميع الجهاز وتشغيله مدة من الوقت حتى نتأكد 100% أن الجهاز يعمل بشكل طبيعي، ونتمنى إن شاء الله أن يستفيد الجميع من هذه الأعطال البانيل، ونستمر في العمل كل ما هو جديد. لا تنسوا عمل اشتراك لدعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.